فريد كان في طبعا بعد امم افريقيا وانت قدمت بطوله كويسه ما تقلش اصلا عن منتخب كوتيفوار نفسه، كان في صوره طبعا انتشرت كانت الناس اعتبرتها ان هي صوره ايقونيه لسيباستيان هالر اللي هو كان اهم شخصيه في البطوله بسبب القصه طبعا اللي الكل عارفها. كلمنا بقى على الصوره اللي هي لفت العالم كله، صورته مع عيلته وهو بيحتفل بالانتصار. كلمنا على حالة سيباستيان هالر في البطولة كلها، انت كنت مترجته ازاي او متابعه ازاي؟ اول حاجة هي اصلا بطولة من الاول هي بطولة غريبة، يعني في اول ما بدأت البطولة كوديفوار يعني حصل صدمة بالنسبة لي وانا بصورهم وهم بتغلبوا 4 من اكواتوريال غينيا، يعني حاجة غريبة جدا. فطبعا قلنا كده خلاص يعني كده الموضوع بدأ، وانا بالنسبة لي يعني انا بالنسبة لي كفريد انا ما بحبش اتحط في ضغط، فانا بالنسبه لي لما 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 يكون في النهائي مثلا فرقه مثلا مضيفه بيبقى عبء اكتر عليا. صحيح، ضغط وجمهور طبعا حاجه حلوه في الصوره طبعا انا يعني بحب ده، بس ببقى يعني فلود اكتر. فقلت ايه خلصنا بدري خلاص، كنت حابب نيجيريا جدا انها تاخد البطوله. فانا كنت يعني عندي اعجاب جدا بنيجيريا واوسمن، عجبني جدا ستايله واسلوبه وقيادته في الملعب. فطبعا حصل بقى اللي حصل، وحصل الشيء الاعجازي اللي انا بالنسبه لي ما كنتش متخيله، وانا يعني هو سيناريو غريب ما يتكتبش حتى في الخيال العلمي في الافلام يعني. طيب صوره سيباستيان هالر مع عيلته ومع اسرته، يعني احكي لنا كواليس الصوره دي او السيناريو بتاعها جه ازاي؟ هي الصوره دي بالنسبه لي هو يعني حصلت قبل كده وحسيتني بقد ايه ان النجم ده لازم يكون يعني متحط بعيلته اكتر، يعني مثلا اللاعب الوحيد اللي دخل لي في السيشن بعيلته كان هو هالر. زي ما كنت في نهائي كاس العالم بصور ميسي قاعد نص ساعه مع عيلته وسايبها تفلل الكيس وقاعد معاهم. هالر دخل باولاده ودخل بمراته وعيلته، وكانت دي اول صوره صورها في السيشن اصلا، وهو اللي طلب ان هو عيلته تكون موجوده معاه في الصوره. هو الطلب هو اللي جابهم، وقبل ما يصور لوحده هو صور معاهم، يعني اول حاجه حصلت. فطبعا بتبين قد ايه ان في قصه نجاح وراه ناس كتير، مش هالر بس، وان هو شخص فولاذي، شخص خارق، شخص يعني اتحدى كل حاجه وكسب التحدي وكسب الرهان. لا ده هو شايف ان هو الفضل ده مش ليه لوحده، اسرته اللي وقفت جنبه كانوا معاه في الصوره، صمم ان هم يبقوا معاه. الصوره طالعه فيها ابتسامات وضحك وبتاع، كان فيها كواليس دراماتيه ولا؟ طبعا احنا السيشن ده يعني هو اصلا اول حاجه هو سيشن مش سهل، هو مثلا يبان ان هو صوره جميله وطلعت، لكن لا ده كان في مجهود جبار. يعني انا كنت طالع مصور رسمي للاتحاد الافريقي مع ارقام اف سي، فكانت الافكار بتتقدم للكاف، الافكار الصور او السيشن اللي هتتعمل. السيشن نفسه اخد وقت كبير جدا في التحضير، وقت كبير. فاحنا بقالنا 20 يوم الناس في التيم بيفكروا بنخطط، والطباعه نفسها على فكره هي بتطبخ، يعني اللون عشان يطلع هو عباره عن طبخه، يعني بيبقى في حله كبيره وفي حد بيعملها، ان يعني ده رسم تقليدي او طباعه تقليديه في البلد. فانت تخيل بعد ما كل ده واحنا بنصور وبتاع، دخل ابن هالر، بسم الله الرحمن الرحيم، كان هيوقع بسم الله الرحمن الرحيم، دخل كده فرحان بابا وبتاع، دخل كان هيوقع قبل ما نصور اصلا. فطبعا دي كانت بتبقى صدمه اللي هو لا ارجوك اصبر بس يعني. طيب ماتش النهائي بين نيجيريا وكوت ديفوار، انت بتتكلم ان هو ماتش كوره عادي، يعني هو حتى لو في ريمونتادا نيجيريا سجلت وخلاص وراحه بقى ان هي تكسب اللقب، راح جايه كوت ديفوار قلبة الدنيا وفايزه 2-1، يعني ماتش ايه يعني ايه سيناريو اتهرس في 100,000 ماتش كوره. لكن النهائي بالنسبه لفريد قطب، هل كان في كواليس الناس ما شافتهاش مثلا انت صورتها، او سيناريو انت كنت مجهز له؟ يعني كلمنا على يعني ما وراء الصوره بقى في ماتش كوت ديفوار ونيجيريا. السؤال مش مجمعه. انا عاوز اقول ان هو ماتش عادي، يعني حتى لو هو في المنتدى فهو ماتش عادي، لكن انت بالنسبه لك هل كان في كواليس في الماتش ده كمصور وكده، كواليس احنا ما شفناهاش يعني او مختلفه؟ يعني احنا شفنا يعني سيناريو مثير في الماتش، هل كان في كواليس اكثر اثاره مثلا في الماتش ده، ولا هو كتصوير كان ماتش عادي زيه زي اي نهائي؟
فيش حاجه حصلت؟ ما فيش حاجه حاضره عندي دلوقتي يعني، ما فيش عندي حاجه حاضره للاسف. يعني كان ماتش عادي، ما كانش فيه حاجه مميزه في التصوير باستثناء طبعا ال، لا هو بص هو كله يعني اللي قبل السيشن ما كانش فيه حاجه، هو كان عادي جدا يعني. الجون دخل يعني اصلا انا يعني حصل معايا كتير ده حصل معايا كتير، لكن تحديدا كواليس معينه ما تمام. طيب البطولة دي طبعا انت بدأت كلامك بوصفت البطولة وصف يعني مميز جدا، ان هي بطولة غريبة في كل حاجة وكان فيها احداث درامية. ايه بقى المشاهد الدرامية والمفاجآت الكبيرة اللي حصلت في البطولة بقى اجمالا بعيد عن ماتش النهائي؟ لا طبعا البطولة دي غريبة جدا بالنسبة لي، وانا بالنسبة لي دي اهم بطولة اصورها في امم افريقيا. انا يعني مصور اربع بطولات، دي كانت اغرب بطولة اصورها، ان ناس كبار قوي خرجوا من بدري وخرجوا بطريقه غريبه، خروج منتخب مصر بطريقه عجيبه جدا. يعني مين يصدق ان دي ار كونجو اللي غلبتنا، هي هو كان غلبها، كان خساره ولا تعادل؟ لا تعادل، وبعد كده خسرنا بركلات ترجيح. مين يصدق ان الـ ان الـ ان الـ ان الكونجو الديمقراطيه يعني هتخرجنا وتوصل لل يعني مربع الذهبي؟ ده كان خيال يعني. مين يصدق ان المغرب تطلع؟ مين يصدق ان السنغال تطلع؟ طيب منتخب مصر بما ان انت كنت قريب منهم، كلمنا هل كان في صور دراماتيكيه مثلا او حاجه وانت بتصور فيها شويه دراما مثلا من خروج منتخب مصر؟ فريق كان ليك صوره مهمه جدا اللي هو محمد صلاح في ماتش غانا، اتعرض لاصابه وخرج وكان متاثر جدا على مقاعد البدلاء. انت عينك على غير العادي راحت جابت محمد صلاح في الوقت اللي كله كان مركز على الماتش، احكي لنا كواليس الصوره دي. بص هو طبعا محمد صلاح يعني نجم غير العاده، فلازم انا في اي ماتش بكون قاري القصه وبتاع. انا محمد صلاح لما شفته واقف يعني قبل يعني حتى التبديل، حسيت ان في حركه جنبي في دكه البدلاء، فحسيت ان هو صلاح هيتغير. انا حسيت ده، فركزت معاه جدا. لما ركزت معاه لقيته، فانا بقى خلاص انت بقى بتاعي النهارده، قعدت مركز معاه لغايه ما خرج. طلع وقعد على الدكه بس انا معاه. الماتش يعني ممكن ايه يتعوض، لكن ممكن اطلع بلقطه من صلاح تبقى هي اهم شيء مهم. يعني انا مثلا ممكن انا متعود اي لاعب بيطلع حتى لو كان مهم، يعني خصوصا يعني لو مهم بركز معاه لغايه ما يطلع ولغايه ما يقعد ويستقر، يعني بقى اسيبه. ليه؟ مثلا ممكن يعمل حركه فيها غضب، ممكن مثلا ما يسلمش على الكوتش، ممكن يخبط مثلا حاجه برجليه ولا حاجه بايديه ومتعصب، هي دي اللقطه. فانا محمد صلاح طالع من اول ما طلع لغايه ما قعد شويه، صورته مثلا 400 صوره. ايه ابرز بقى لقطه انت لقطته فيها وهو على بعد الخروج؟ لما كان طالع وكان كان بيبكي، يعني هو كان واضح قوي عليه ان هو حزين جدا. وده ما ظهرش غير في الصوره دي. يعني ما فيش حد جابها غير الصوره دي، ان انا يعني الحمد لله مكاني كان مكان متميز جدا، ان انا كنت كشفه وانا كنت في الطرف الاخير للملعب، فكنت جايبه فكنت مركز معاه اكتر، فانا ظهر الصوره ظهرت ان هو كان متضايق او كان بيبكي يعني. محمد صلاح لما خرج الكاميرا اللي هي نقل الماتش ما جابتش لقطات كتير. حركه بقى محمد صلاح اللي انت رصدتها يعني بعد الخروج لحد صفاره النهايه، هل انت مثلا في حاجه لفتت نظرك؟ طبعا كانت اهم لقطه من وجهه نظري وانت قلتها، ان هو لحظه لما كان متاثر، ويعني انت بتقول ان هو كان انت لقطته بصوره ان هو كاد يبكي يعني على خروجه. هل كان في تحركات مثلا معينه، تعليمات هو بيديها، كان بيتكلم مع حد، ولا كان مكتفي ان هو بيتابع المباراه ومتاثر يعني ومشغول بالاصابه؟ لا هو اللي انا فوجئت بيه بقى ان يعني محمد صلاح حقيقي هو قائد بره الملعب. يعني هو ده لما كان بيطلع كان على طول بيتكلم مع اللعيبه، كان على طول بيشاور اللعيبه اللي في الملعب، يديهم تعليمات، يحاول يقول لهم حاجه في حاجه مش 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 واخدين بالهم منها. حتى محمد صلاح برضه في ماتش مثلا يعني مثلا كاب فيردي، هو ما كانش في المدرجات، هو ما كانش في الملعب، كان في المدرجات صحيح، بس وانا بقى برصده في الكواليس جوه وهو طالع مع اللعيبه من الدريسنج روم وطالع، لا بيدي تعليمات. حتى انا صورته صور كتير جدا
وهو بيكلم اكتر من حد وبيكلم وبيشرح لهم يعملوا ايه وبيحمسهم. حتى كمان بعد الماتش نزل لهم وكان بيكلم محمد هاني. كان في اكتر من صوره انا كان في رصد ليها وهو بيكلم لعيبته بيديهم الطاقه واللي معلش وبتاع. لا فهو لا محمد صلاح بره الملعب لا في طاقه وفي توجيهات للعيبه وعلى طول بيشجعهم ودي انا حصتها وصورتها يعني. طيب احنا دلوقتي هنتنقل بقى من كواليس صلاح والحاجات الجامده يعني اللي انت قلتها واللقطات دي لاهم صوره فريد بيحبها في البطوله كلها. يعني انت اكيد صورت طبعا صور كتير في ماتشات كتير في البطوله دي بالذات. يعني كلمنا كده على الصوره اللي فريد بعد ما صورها حس ان هو صور صوره هو مبسوط منها. بص احنا في الاول وفي الاخر سبيستن هالر صوره هالر ما فيش حد يتكلم على طب انت صورت هالر صور كتيره واحتفالات ويعني لو انت لما انت تيجي تسالني مثلا انا كطارق انا صاحب فريد هقول ان فريد اجمل صوره صورها لهالر وهو رافع رجله كده وبيحط هدف هو كتب بيه التاريخ. بس ممكن يبقى فريد عنده صوره احسن من اللي انا قلت عليها الهالر. ايه احسن صوره انت صورتها الهالر؟ بص هو انا بالنسبه للهالر في عندي هما صورتين افضل صورتين او ثلاث صور. في صورتين واحده في قبل النهائي واحده في النهائي. هالر انا كنت مركز معاه جدا. هالر شفته يعني اصل انا عاوز ابين هالر في صوره. فهي دي المشكله. كله مثلا ممكن بيصور الاحتفال وهو رفع ايديه ومبسوط لكن انا عاوز اصور صوره تبين هالر تلخيص. ففي صوره خدتها وهو رافع ايديه وهو بعد ما جاب الهدف وانا برضو من عادتي لو حد جاب الهدف وخصوصا لو حد يعني مشهور او حد مهم مش بسيبه غير لما الصفاره تبدا الايه انا معاه من اول ما بيجيب الهدف وبيحتفل معاه لغايه ما بيوصل يعني الايه يعني الـ يعني يعني فرقه ثانيه بتسنتر. فهو خلص وماشي فرفع كده ايديه وجبته من ظهره رفع كده ايديه. الصوره الوانها حلوه ولون كوت ديفوار الاورنج جميل قوي وهو وشه كده تحس ان هي فيها 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 حاجات. برضو واحده ثانيه بقى دي بقى انا اللي حاببها قوي وباصص كده لفوق وفي كده وشه فيه شموخ وفي انتصار وفي هزيمه وفي انتصار على في كل حاجه يعني. اللي عاوز يبص للصوره ويتخيل هو حس بايه هو هيحس. يعني عاوز يحسها بانتصار حس انتصار هيحس بهزيمه الانتصار بهزيمه المرض. كل القصه كلها هي في الصوره دي. انا كحد بتابع الـ 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 الكره في افريقيا او بتابع الماتشات انا لاحظت ان هالر ما بيبانش على وشه الانفعالات يعني يكاد يكون وشه بارد. جاب جول فاز بيه بامم افريقيا عادي حتى تحس ان هو فيش نقطه عرق بتنزل منه. هل يعني الكاركتر ده بالخلفيات بقى اللي هي كانت عنده ورحلته مع المرض وان هو ممكن يبطل كوره وبتاع ده كله هل ده او السمات دي سببت ان هو يبقى شخص صعب ان انت تصوره؟ بص هالر حقيقي من الشخصيات اللي صعبه تصويرها جدا. يعني انت قلت هو بيحتفل يعني احتفاله في هدف جاب بطوله زي احتفاله بهدف قبل النهائي زي احتفاله مع لعيبته فاهمني زي الحزن. هو يعني هو عنده البوكر فيس هادي جدا وراسي في الملعب. فطبعا ده كان يعني ده عندي تشالنج ان انا عاوز اخرج منه صوره يعني مختلفه عن الباقي. هو مثلا واحد بيجي بيحتفل بيرفع ايديه كده مفيش اي حاجه بيعملها زياده. طب انا هعمل ايه بقى؟ هو ده كان المشكله. طب نقدر نقول ان هي دي كانت اصعب صوره في امم افريقيا ولا في صوره تانية ممكن توصفها ان هي صعبه؟ لا انا بالنسبه لي اصعب صوره في امم افريقيا بالنسبه لي هي صوره انت ممكن تستغربها يعني. ايه بقى؟ هو في ماتش كاب فيردي وموريتانيا. ايه بقى اللي حصل فيها؟ اللي حصل فيها ايه؟ هو كان هو كان الماتش بالنهار والملعب هي حته تكنيكال شويه مش حته الملعب يعني ايه مقسوم نصين نص ضلمه ونص نور. فده طبعا صعب عليا ان انا الحق اغير من النور للضلمه ليها يعني صعبه وليها يعني تكنيك معين بالظبط. فاول ما جه الجون بتاع بيبي من ضربه ثابته
تمام. هو فجأة هو جري يعني جري بره، فانا ما لحقتش اغير، فانا قمت مغير السيتنج عمياني. يعني انا غيرت عمياني السيتنج وقام جه عليا جري. فلما جه عليا هو بقى في النور. فقمت غير سيتنج تاني يعني من ضلمه يعني نور وضلمه، وقام ايه ام نور تاني وقرب مني قوي. ودي عادة احتفال كاب فيردي على طول ان هم بيقربوا قوي من اللي من المصورين. فانا كنت جاهز في اللحظه دي ان انا بسرعه سبت الكاميرا اللي هي كانت معايا، ومعايا كاميرا ثانيه بتجيب كادر اوسع، فغيرتها وبسرعه قمت مقرب منه واتنده له هاي 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 هاي. فقام جالي وقام بص لي كده وتصوره ايش. طيب اغرب موقف انت تعرضت له في كوت ديفوار؟ كان في زمايلي في ارقام اف سي، احمد عادل وباسم عماد وعبد الرحمن جندي، كنا بنجهز ازاي هنعمل السيشن ده. دي عبارة عن طباعة تقليدية هي في كوت ديفوار، وانت لو شفتها هي كانت تطبخ بالفعل، يعني عبارة عن قماش بيتحط بيتطبخ بيتسخن وبتاع، وكنا بنجيب استنبات بالشمع ويحطوا الاستنبة على القماش ويتصبغ والاستنبة فوقيها فتطلع تبقى بيضة. فاحنا كنا حابين ان هما تبقى الحاجة تطلع يعني ايه بالشكل ده. فاحنا يعني واحنا في النهائي جينا في النهائي بقى، فانا الشوط الاول خلص قمت واخد بعضي وقمت داخل جوه عشان خاطر اشوف اخر تطبيقات السيت اب هيبقى عامل ازاي. خلاص دخل جون يا جاريه، دخل الجون، فقلنا ايه خلاص يبقى احنا كنا مظبطين النور حسب يعني لون كل بلد. صح، يبقى اخضر لو كان نيجيريا، اورنج لو كوت ديفوار، يعني كل ده مهم. يعني ايه جينا في الاخر خالص بقى خلاص، يعني بقى خلاص بقى كوت ديفوار. فانا اول ما جه ايه الجون الثاني انا قاعد مستني جوه، مش هينفع اطلع، في مصورين بره انا جوه، فهم جم لقيت احتفال ايه يعني طول قوي، هم لسه ما جوش. فقلت طب فيها ايه، طب ما انا لسه على ما يجوا احتفال بالكاس اطلع اخد الايه الصور الاحتفال وارجع تاني قبل ما يجوا. خدت بعضي وخدت ايه يعني كاميراتي وطلعت. فطبعا حصل بقى هنا المشكله ان انا طلعت قبل 3 دقايق من رفع الكاس، طلعت في مكان متميز، وقفت ان انا كنت اوفيشال فوتوغرافر، فانا يعني اقف مثلا في اي مكان، فوقفت في المكان ده وهم قدامي هرفعوا الكاس، ابص على الكاميرات الاقيها مشبره. مشبره من ايه؟ من التكييف جوه كان ساقع قوي وبره رطوبه. امسح مفيش اقعد اصور مفيش، ورفعوا الكاس ومصورتش الاحتفال بس. طيب اخر سؤال معانا، ايه اكتر مشهد انت صورته في البطوله واثر فيك بقى على المستوى الانساني؟ اكتر مشهد حصل وكان غريب بالنسبه لي وكنت مبسوط جدا جدا جدا، هو اول ما السنغال خسرت من كوت ديفوار. انا كنت في الشارع ما صدقتش يا جماعه، الناس دي ما فيش حاجه في دماغ غير الكوره. احتفالات مرعبه، الشوارع حر اكتر ما هي حر من كتر الزحمه. الجاليه اللبنانيه يا جماعه بيحتفلوا بالفوز وكانهم مولودين يعني ايفوريين. فرحه غير طبيعيه. حصل موقف معايا غريب جدا بس ده برضو يعني من احتفالات اللي حصلت. انا قاعد في كافيه مستني الايه الاحتفال، اول ما الجول دخل انا كنت قاعد كده لقيت واحد ايفواري عم يجي بس رجلي والله بس رجلي، هو فاكرني مغربي. فهو ايه مدلي بالشكر بس رجلي عشان المغرب يلا بس رجلي. فالمصدق انت بتعمل ايه يا عم انت؟ واشكرك يا عم انا مالي انا بس. فدي من المواقف يعني اللي ما انساهاش، وحاجه طبعا مأثره فيا جدا، واحتفالات وفرحتهم يعني مرعبه.